نحن راح نبلش نتابع هذا الأمر اللي متعلق بالجانب الاجتماعي بشكل دقيق وبشكل يومي. مثل شو؟ في كلام بلش يعني يطلع امبارح أول امبارح، وعم نشوف عملية التسويف بالموضوع البطاقة التمويلية اللي عم تحصل. يعني كل يوم بيطلع لي خبرية، وقت اللي تشكلت الحكومة وأخذت الثقة طلع جو انه المنصة اللي عم بيحضروها انجزت وخلصت وما في الا بس يبشروا. بدأت تنطلق بآخر طلع أيوة. كلام في اجواء بتقول انه حكومية على الاقل بتقول انه يبدو في وجهة نظر انه بلاها البطاقة التمويلية، خلينا نروح لحلول اخرى. شو هي؟ هذا اللي ما بتعرفيه، يعني كمان على طريقة البيان الوزاري. يعني في اتجاه لإلغائها بشكل كلي؟ في اجواء بتقول انه البعض عم بيطرح هاي النظرية. ليه بده يلغيها؟ هذا اللي ما عم تفهميه بصراحه. بس ما هن على اساس حولوا القرض اللي اخذناه هلا المليار و300 في نظريه بتقول انه من الكهرباء والبنى التحتيه او النقل. هاي الاجواء الحكوميه عم بتقول عند البعض المعنيين بالملف، ما بدي هلا استبق اي امر، عم بحكي اجواء امبارح كان هذا الجو بانه خلينا نروح نستثمر هيدي الاموال بامور منتجه. مثل كانه ما هذا اللي ما في جواب عليه بصراحه، مثل البيان الوزاري اللي حطت لك مثلا عن اجراءات سنسعى لاجراءات ماليه، شو هي هالاجراءات الماليه ما حدا بيعرفها. فمنشان هيك عم ننبه نحن من هذا الامر، ولا يحتمل خطوه من هالنوع لا يمكن انه يحتملها الشعب اللبناني مع هذا الرفع الدعم الكلي بدون أي بدائل. وبالتالي لا، بدل الأمور تتاخذ بكل جدية الجانب الاجتماعي يعالج بكل جدية. ممكن يتفتش على مصادر الأول. أخرى كمان يعني طيب خلينا نبلش من الأول.